بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا الاعزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر فور. بارت 7 ديزاين اوف تي سيكشنز بنتكلم هنا على الديزاين بتاع المين جيردر المين جيردر نفكركم بيها تاني كان في ده شكل المومنت اللي عليها فالسيكشن اللي في النص دوت لما نيجي نصممه هيتصمم على اساس ان هو تي سيكشن يعني ده شكل القطاع بتاع السكشن في الميد اسبان طيب احنا مطلوب من هنا بدام ده تي سكشن ان احنا نعرف الافكتيف ويتس اللي هو البي ال البي افكتيف بنحسبها اولا السكشن دا عليه مومنت اللي هو الألتميت مومنت 171 والبي افكتيف هي عباره عن ال 0 على 6 بلس البي ويب دي المسافة اللي هي الـ B ويب الـ D لفلانش مضروبة في ستة، الكلام دوت لما نيجي نحسبه هيطلع معانا اتنين متر، يبقى الـ Effective Width بتاع الفلانش الـ زون Zone الـ width بتاعها بيساوي اتنين متر. طيب بنشوف هنا الـ effective على البي ويب النسبة دي بتطلع خمسة والدي اف على الدي اتنين من عشرة من ندخل التابل اللي هو تمانية وخمسين في اس بي ستاشر المومنت ريزيستان فاكتور بنحسبه او بنطلعه من, من الجدول بنلاقيه بيساوي 0.459 فور فايف يبقى الام ان الكي تي في البي ويب في الدي سكوير الكلام ده هو لما نيجي نحسبه هيطلع معانا الف تلتمية واحد وعشرين ان اللي هي بتاعه القطاع اكبر من ام يو يبقى الدايمنشن ديت سيف طب عايزين نحسب بقى الـ reinforcement بتاعه القطاع بنستخدم التيبل 2 في الحاله ديت بنحسب الفاكتور اللي هو ال يو على البي دي سكوير بيطلع واحد واتنين من عشرة بنجيب من التابل الرو تي هتطلع بوين تلاتة فايف ناين يبقى الاريا ستين بتساوي الرو مضروبة في البي في الدي مقسومة على مية الكلام ده تمومية واحد وستين ملي متر هنستخدم تلات أسياخ تلاتة نمبر عشرين at the bottom in the يبقى اللي فريم اللي عندي انا محتاج هنا كمسيخ سيخ تلات اسياخ نمبر عشرين